ايه يا صديقي فؤاد، فهمت منك على التليفون انه عندك كروتي وحابب تلعبنا عليها. هات لنشوف فينا نعرف شو هني هالكروتي. اذا بدك تعرف شو هني هالكروتي يا خواجة، بعتقد ان اللعبة كلها تصير بلا طعم. هديك بالمستورة يا صديقي. بالنسبة لواحد بوضع مثل وضعك، بمجرد انه سمحنا لك تبقى معنا وتفرض وراءك، هي بحد ذاتها فرصة ما بنصحك تضيعها. لو كنت من الناس اللي بتضيع الفرصة يا خواجة، ما كنت جيت لعندك برجلي. قول مجتك لهون هاي بحد ذاتها مش كتير تعنيني، إلا بقى إذا كان عندك سولد محرز بدك تلعب عليه. حياتي. هاي بتلعبها مع عزرائيل مش معنا. شو بخصوص الشباب اللي بعتوا لي اياهم من يومين على الاوتيل؟ نحن خواجة عدنان، بعتقد انت اللي اقترحت انه نلعبها مكشوفه مو انا. واحد مثل حكايتك ومحترف مثلك، ما بعتقد بيظن انه في اثنين بدهم يقعدوا على طاوله واحده ويلعبوا نفس اللعبه وبنفس الورع. واحد يلعبها مكشوفه والثاني مستوره. هات لشوف شو عندك. علاقات ممتازة جدا مع رجال كبار بالنظام السوري. بس بدنا نفوت، عنا من يفتح لنا هالباب. أنا ما عم بعرض عليك أفتح لك الباب. شو لكان؟ أنا عم بعرض عليك كون المفتاح اللي من خلاله فيك تفوت تطلع على كيفك وإنت ما بدك. بظل الوضع السيء اليوم، بظن غير الأسماء الكبيرة ما حدا بيقدر يلعب هالدور. بظل الوضع السائد يا خواجة، بعتقد أنه ما حدا فيه يلعب بديله، لأنه بتنقطع رقبته، وبالذات الأسماء الكبيرة ما بيقدروا يعملوا بها لأنه العين عليهم كبيرة والغلطة بكفرة. هلأ إذا بقي النظام رح بيكونوا عبء كبير على ظهره، وإحساسهم أنه إلهم يد ببقائه رح بيكبر راسهم كتير، وكونه تكشفوا لحتى يغطوه بأزمته رح يخلي صوتهم يعلى كتير ويطالبوا بنصيبهم من الغنائم. معلومك يا خواجة، النظام ما بيحب الروس الكبيرة ولا الصوت العالي، مشان هيك إحساسه للنظام بأنه إلهم دين عليه رح يخنقه. مثل ما اللي شايفك قدامي، بأول تسوية رح بتصير رح ببيعون. وإذا راح النظام أصدقائي بالمعارضة اللي برات البلد مقدرين الدور الكبير اللي عم بلعبه حاليا بمعركة الحسم، مشان هيك بآخر اجتماع لقلنا بدبي طلبوا مني انه انا بهي المرحلة لازم ضل بالظبط. والمعارضين اللي جوا بيشوفوا فيني الرجل المناسب للعب دور مميز بمرحلة اعادة الاعمار بالبلد. افتكر بعد بكير لنحكي بإعادة الاعمار. أنا بالنسبة لي يا خواجة، المهم هلا أحصل على الدور وأحفظه منيح. بعرف إنه قرار بداية التصوير مو بإيدي. ما دامك ذكي كل هالقد، وما دام تعرف إنه القرار أكبر منك بكتير، شو خطر على بالك تمد إيدك على صحن مش صحنك؟ لو كنت بعرف طريق تاني أوصل لك، ما كنت مرقت بهالمفرق. بدك تقنعني إنه حطيت إيدك بإيد الخواجة
ما يوصلك لعنا؟ أنا يا خواجة ما كنت بعرف لوين بده يوصلني، بس أنا كنت متأكد إنه هاي المحطة ما رح بتكون المحطة الأخيرة. ليش؟ ما بعرف، بس يمكن لأني وصلت لها بسهولة. شو عندك على الأرض؟ عم نتعرف على بعض أنا والجيش الحر. والسلفيين؟ تجاوزنا مرحلة التعارف من لما كنت بالعراق. عندك أمل تربح؟ بعد ما جيت لعندك على رجلي يا خواجة ما عاد عندي شي أخسره. وهلأ؟ بشتري فوق وتحت. فوق؟ مبظن معظم الشباب بإيدي، بس الستات لساتهم يا خواجة لسه ما احترقت ولا وحدة. ومحسوبك بحب الستات كتير. رح أعطيك فرصة أخيرة، فيك تترك آخر كارت مستور وتنفل بسولدك، أصلي بجلدك. في افتحه إذا كان بربحك أهلا وسهلا فيك، إذا خسرت بيكون راحت عليك. شو كارتك الأخير؟ بيوصلكم للخواجة. تخسر والدك؟ إذا بضمن إني أربح اللعبة رتبها مع الشباب. شكرا خواجة. Oh,